مجال الفرق. شنو هو حقيقة الكابوس هذا وشكون راه؟ مرحبا بكم في برنامج نهجة تريبيونال، واليوم باش نواصلوا مع بعضنا الجزء الثاني من قضية سفاح نابل ناصر الدمرجي اللي ليع برشا أولياء في فلذات أكبادهم وروع كامل سكان مدينة نابل والتوانسة بكل. ناصر الدمرجي السفاح كان هو أول قاتل متسلسل تونسي يتم القبض عليه من طرف الأمنيين، لكن بعد ما أزهق برشا أرواح، وللأسف الشديد هالأرواح هذه هي متاع أطفال أبرياء تم اغتصابهم وقتلهم بدون رحمة ولا شفقة. كما سبق وحكينا لكم في الجزء الأول من قضية ناصر الدمرجي سفاح نابل، مجريات أحداثها بدأت بظاهرة اختفاء أطفال ومراهقين في ولاية نابل والقرى المجاورة لها، بداية من سنة 1987. وحكينا على الظروف اللي اختفوا فيهم وعلى تعثر التحقيق، حتى لين المسألة اخذت حجم كبير، وخاصة وقت اللي تم العثور على بعض من الجثث متاع المخطوفين. وقتها ولات البلاد بكلها مرعوبة وتعيش على وقع جرائم السفاح هذا، وبطبيعة الحال الأمنيين تجندوا وتمكنوا من إلقاء القبض عليه في 20 ديسمبر 1989. لكن أطوار القضية ما فاتش، لأنه أكثر من 10 أطفال وقع التبليغ عليهم كمختفين في الفترة هذيك، ومصيرهم بقى مجهول، وأكيد أنه الأقدار حطتهم على طريقة كالسفاح. في الجزء الثاني من هالقضية المؤلمة باش تتعرفوا على الصغيرات هذم وشنو اللي صار لهم وشنية دوافع السفاح وطريقة التنفيذ متاعه، يعني لموت أوبيراتوار وإلا لموديوس أوبيراندي، وهما نفس المصطلح. وأكيد راو المغرومين بنهجة تريبيونال اتعلموا هالمصطلحات هذه وغيرها، وغايتنا من ذكر هالمصطلحات هذه هي تثقيف المستمع. وفي نهاية الأمر برنامج نهجة تريبيونال ماله إلا وثائقي درامي، وحبينا نرتقي به للأدب البوليسي. بالنسبة للي يتسألوا شنو المنفع من هالبرنامج غير أنه يعلم الشباب الفساد والإجرام، نقولوا لهم بكل بساطة أنه السرقة والفساد والإجرام بكل أنواعه بداوا قبل ما تتخلق الإذاعات والتلافز. وقت اللي تبداوا على علم باللي قاعد يصير في تونس وفي العالم، تولي عندكم مناعة وتردوا بالكم على رواحكم ومن رواحكم وعلى صغاركم وعلى المحيط متاعكم. اكتشافها من طرف معنا كلاب متاع سراح، وقع فيها بحث وتشديت فيها وتوقفت 9 أيام على الشرطة، ولكن تبقينا ما وصلوا حتى النتيجة معي. في هالمرحلة هذه يلزمكم تعرفوا اللي احنا خبينا عليكم معلومة مهمة برشا، لكن في الجزء الثاني من قضية السفاح جاء الوقت باش تعرفوها. الناصر الدمرجي محور قضيتنا سبق أنه تشد في المركز متاع الشرطة وكلا فيه مكتب وبيت غادي، ومن بعد تم إخلاء سبيله، معناها في هكا الرافلوات تم إيقافه من جملة الموقوفين، وحتى واحد ما جابها فيه. وخلينا نقولوا أنه التحقيقات في الوقت ذاك ما تعملتش بالشكل المطلوب، ورغم أنه العائلات متاع الضحايا وجهت أصابع الاتهام للدراجي اللي قاموا بالأبحاث، معطاه حتى أهمية للأقوال متاعهم. والسفاح اتمكن من الإفلات من قبضة العدالة، ولو كان توفر شوية انتباه من طرف الأمنيين راهي هكا السلسلة متاع الجرائم اللي قام بها ناصر الدمرجي اتوقفت في جانفي 1988، يعني بعد اختفائها كطفل رمزي. الناصر الدمرجي تشد وقتها واستنطقوه في مركز من جملة المشتبه فيهم وذوي السوابق اللي وقع القبض عليهم، لكن من بعد سيبوه وتعاود رافل واحد آخر بعد اختفاء عبد القادر، والدمرجي تشد مرة أخرى في جويلية 1989. وفطومة هكا المرأة المسكينة أم الضحية هي اللي شدت تصحيح وعطات بالحجة والبرهان أنه ناصر الدمرجي هو الوحيد اللي نجم يكون اختف ولدها رمزي. أمه لولا توضح للشرطة وتقول لهم ما قتل لي حد ولدي إلا ناصر، لأنها تعرف الداخلية اللي بيني وبينها، والداخلية اللي بيني وبينها ما تنجمش تبوح بيها. هي تقول الناصر قتل، ولكن كيفاش الناصر قتل؟ ما إيش داريا كيفاش تدخل الباب اللي فيه الناصر قتل.
الشرطة أقصى ما عملت معاه هي أنها رنخوه 8 أيام في الجيول وفرحوا به أكثر من لازم. لكن ربما طريقة البحث ما كانتش معمقة برشا، ودى مرجي بعد كلايمات متاع الإيقاف خرج يرقد على جنب واحد بعد ما عدى 8 أيام على بلاطة السيمان وذهب في حال سبيله. لكن عاود تشد مرة أخرى في رافل وقت اللي تم اكتشاف الجثة متاع مراد وتسرسب واحدة واحدة وهرب من المركز من غير ما فطن بيه حتى حد. لكن هالمعلومة هذه ما ركزوش عليها برشا لأنه ما ثماش فيها إثبات 100%. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه المهمة متاع المحققين صعيبة وصعيبة برشا، لأنهم فهموا اللي ناصر الدمرجي هذا ما هو شخص عادي، وعلى درجة كبيرة من الفتنة والذكاء اللي تخليه يقوم بجرائم بكل برود الدم كما باش تسمعوا، وبتخطيط محكم على غاية من الإحكام، وفوق من هذا قادر على الإفلات والتمويه كل ما يحس روحه أنه الشرطة بدأت تركز عليه. الاستنطاق ماهوش باش يكون سهل ويلزم الغوص في معالم شخصية الناصر الدمرجي باش يعرفوا على الأقل جزء من دوافعه، لأنه السفاح هذا كما باش تكتشفوا ماهوش مجرم عادي وإنما من فصيلة ما يسمى بالقتلة التسلسليين لسيريال كيلور، وهالنوعية هذم عندهم اضطراب نفسي خطير يخليهم يقدموا على أفعال شنيعة، والاضطراب هذا المصطلح نتاعه هو لاسوسيوباتي أو الاعتلال الاجتماعي، معناها السفاح يبدأ عنده تصرف معادي للمجتمع وقادر أنه يمارس أنواع الجريمة بدون أي إحساس بالذنب أو ندم أو مراجعة النفس، وبالتالي التحقيق معاه باش يكون مغاير تماما للي تعودوا عليه الأمنيين، على خاطر هالرأس متاع السفاح هذا كما ناصر الدمرجي لا يقتل من أجل فلوس ولا فقر، هالوحش الآدمي يتلذذ بالقتل وكل روح متاع طفل اللي طلعها تزيده في شهية الإجرام. فيها التطور هذا من الأبحاث والاعترافات متاع ناصر الدمرجي واللي وقع تسجيلها بالصوت والصورة من طرف المحققين في هكا الوقت باش تخلي الصحافة والرأي العام مذهولين. كيفاش هالمجرم هذا واللي ما عندوش بنية كبيرة وصل لقتل اللي أطول منه؟ هذا من غير ما نذكروكم بك الأطفال اللي قصف لهم عمارهم. الدمرجي ما كان عنده حتى شيء يوحي في المظهر متاعه اللي هو سفاح، صحيح اللي هو ذميم الخلقة كما وصفوه الصحافة متاع هكا الوقت، وكان زادة ماهوش معتني بنفسه، لحيته مصيبة وحوايجه تقريبا هما بيدهم، وعنده مشكلة مع الحمام والماء بصفة عامة، لكن تصرفاته مع الناس كانت عادية وأكثر من عادية. أنا وصلت يعني مرفوع حتى في الحل العمومي، محل العمومي اللي نسميه وحنا يعني كذا باللغة الدارجة، فهمتني؟ وصلت في مرفوض. علاش؟ خطر مسخ. إذا كان أنا باش ناخذ نهار أو نهارين فهمتني ننظف فيهم روحي ونششور ونطلع تريكة تربانجل وكذا، يعني هذا شيء يتطلب ما عادش نولي نقول لك خبزيست، لا نولي ولشاح. هالسفاح هذا كان منكمش على نفسه وما يخزرش في عينين الناس، ديما راسون دنكس، واللي فاجئ المحققين في الكلام متاعه هي طلاقة لسانه، كان ملسن ولسانه داير برقبته كما يقولوا ويعرف يتكلم، وساعة ساعة يزلق كلمات بالفرنسوية ومرات يدورها تفدليك، والحديث متاعه فيه برشا ذكاء وحضور بديهة. لكن الحاجة المرعبة في هذا الكل هي برودة الدم متاعه وقت اللي بدا يحكي على الطريقة اللي اعتدى بها على ضحاياه وتوغل في وصفان القتلان متاعهم والتخلص من جثثهم. ولهنا سامحونا على القوس هذا اللي فرض نفسه لا لشيء إلا باش تبدأ عندكم فكرة أولية على شخصية هالسفاح وعلى التناقض الكبير اللي كان ما بين الميولات متاعه الإجرامية وتصرفاته مع الناس اللي ما تجيبش فيه الشبهات بالكل. استوي روحك في الجورجاني راك. كيفاش طبعا؟ ها ما تعرفوش شكون؟ ثبت مليح.
في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الناصر الدمرجي ينتمي في الأصل الفئة موجودة في كل المجتمعات شرقية كانت أم غربية، وخاصة في الأوساط الشعبية من غير ما نستثني والأوساط الأخرى. الفئة هذه تمتاز بانحراف جنسي يدفعها للتحرش بالأطفال لابيدوفيلي، معناها هالنوعية هذه حق المتعة متاعهم الجنسية كان مع الصغار، وهشتل هذو موجودين في محيطنا الاجتماعي ما يتقطعوش، وكل مرة الإعلام يتحفنا بالإنجازات متاعهم الفظيعة. وفي قضية الحال السفاح ناصر الدمرجي منهم ومن أتباع التحرش بالأطفال، أما المرض متاعه إذا كان صح التعبير اخذام عرج وقت اللي ما عادش مكتفي بمفحشة الصغار، وأكيد قبل ما يمر للقتل راهو اعتدى على برشا صغار وهو ما سكتوا باش ما يتفضحوش بين اندادهم، وربما عائلاتهم زاد كذلك خافوا من الفضيحة ما بين الجيران. الأمور هذه حتى واحد ما نجم يعرفها، لكن الثابت أنه أول واحد أقدم السفاح على قتلانه هو هاك الوليد محمد علي واللي في سنة 13 سنة واختفى نهار 15 جوان 1987، وهذه مجريات اللي صار في تحويل وجهة محمد علي نهارة اللي كان ماشي للبطحة باش يكور مع صحابه. الرقم الاول انا ما نجمش، يعني ما نجيش من الوسط نجي نحكي لك، خاطر توكي تاخذ الكتاب انت باش تقراه ما تنجمش تقراه من الوسط. والله جات على من قبيل الصدفه، هي اول قضيه يعني هي اللي معناها خذيت فيها الكل نفسنيه، عرفني نفسنيه نلقاه في طريق ميانو اللي يربط ما بين بني خلاد وقرنبالي. في هالمرحله هذه من الاعترافات متاع ناصر الدمرجي فيما يخص محمد علي قال انه الصدفه هي اللي حطته قدامه. انهارتها وهو متعدي بالموتور متاعه من الطريق اللي ما بين بني خلاد ونيانو، وعينه جات على محمد علي وهو يقص في الكياس ماشي للبطحة. الغرائز متاعه تحيرت واعتبر انه طفل ذاك هو فريسة هكا النهار. الخطة متاعه هي انه اقترح عليه باش يعاونه في جني اللوز، ويلزمكم تعرفوا لهنا انه الناصر الدمرجي كان عايش من الفلاحة، يكري السواني ويخضرهم ويزرع برشا حاجات من القوارص للعنب للجلبانة والحمص. مختصر الحديث قال له فيما معناه سيب عليك من الماتش ويجا صور حويجة. هكا الطفل محمد علي قبل الوفقة والدمرجي طل وراه على دراجة الموت. هزيته على الموتور فهمتني، وصلنا للثانية وقت اللي وصلنا للثانية ما كانش عندي حتى نية وما كانش عندي حتى شيء، هزيته للثانية حطيته يجمع في شوية لوس. فكلتنا هذيك وقت اللي هو معناها جاي يحول من عود العود باللي يعني شبه عريان، ما عندش معنى غاية خدمة في الوقت هذاك، وفا يعني نجم تقول أنا ماشي لبرا. في تواتر هالأحداث السفاح وصل بمحمد علي للثانية الموجودة في دوائر نابل، ودوب ما خلطوا بدأت عملية الجني. الطفل يطلع من شجرة لشجرة وينحي والسفاح من لوطة يلم، وبتبيعة الحال ما كانش جايبه على جنيان اللوز وإنما كانت عنده مقاصد أخرى. السفاح كانت عينه على محمد علي ويتبع فيه من لوطة وينقل معاه من شجرة لشجرة، وهكا الطفل نهارتها كان لابس شارط على الحموم المفروض كان باش يكور بيه، لكن القدر كان مخبي له هاللقاء مع السفاح. وفي فترة من الفترات عينيه ركزوا على أجزاء معينة من الجسد متاع محمد علي، وحسب قواله دخل في حالة من اللاوعي، وولات الغاية متاعو النيل جنسيا من محمد علي وطلب منه باش يهبط ويجي ياكل معاه قدمة. ووقتها عرض عليه مفاحشته والطفل تصدم ودخل في حالة من الهلع وحب يهرب. السفاح كان محضر روحه في سعمة لكمة عليك الثعبان، وهكا الوليد المسكين بدا يسيح. فارع تملص منه وجبد روحه وقاوم قد ما ينجم، لكن هكا الوحش كان أقوى منه وسكر عليه المخالب متاعو. والثانية بحكم أنها بعيدة على مناطق العمران حتى حد ما كان ينجم يسمع نداءات واستغاثة محمد علي المسكين. أنا بركت عليه معنا بركان وسكرت الفم وغمتني عادفك تذكرت من تعاكم وذك وقرجومته وما مات لي نحسن أول يعني عملية ما كنش نتصور أنا الإنسان يموت بك الدرجة هذيك، مات بنداية نحسن بدايه. في مجريات التجسيد متاع عملية الاعتداء قدام المحقين، الناصر الدمرجي اعطاه دليل على فظاعة ما كان يقوم به في حق الأطفال الأبرياء،
وراهم كيفاش خنق بيديه الزوز الضحية متاعو حتى لنفقد الوعي، ومن بعد قام باغتصابه. وقال للمحققين بعظمة لسانه بالحرف الواحد، بعد ما خذا غرضه منه يعني من محمد علي كما كنتوا تسمعوا، مشى في باله اللي هو باش يفيق، لكن ما فاقش. وقتها فين فهم أنه طفل فارق الحياة، لكن زعم هذا هو اللي صار، وإلا السفاح خبى حاجة. معناها وقت اللي خنق الطفل ومات، من كثر الشهوة متاعه فاحشه وهو ميت. وهذا ماهوش مستغرب أنه يكون انحراف من جملة الانحرافات اللي عند ناصر الدمرجي. والمصطلح العلمي متاعه هو لانيكروفيلي، معناها مضاجعة الموتى. ولهنا السفاحة عمد قتل محمد علي خنقا، وفي نفس الوقت اغتصبه هو ميت باش يتلذذ بالعملة متاعه. لكن الإشكال، الطب الشرعي ما ينجمش يثبت المسألة هذه، لأن الموت والاعتداء الجنسي صاروا تقريبا بصفة موازية. كي جيت باش نحاولوا على الموتور لا، ما نتعكبت الآية، ما نتيش اللي كنت متخيل فيه، ما نتيش هكي الوقت ذاك اللي تحفرت بالوسط الثانية وردمت. في هالمرحلة هذه المحققين اللي استنقوا السفاح والناس اللي كانت حاضرة في عملية التجسيد ما صدقوش بالكل اللي قالوا ناصر الدمرجي، ومشاو في فرضية الحجور لانيكروفيلي. ناصر الدمرجي بعد هالجريمة الشنعاء بقى يستنى حتى لين تحليل، وحفر حفرة بعمق متر أو أكثر، وردم فيها محمد علي بشكارة بلاستيك غليظة، وحط عليه التراب ورسه بدامة باش ما عادش تخرج الريحة، وغطى كل شيء بالحشيش. ومن الجريمة هذه الأولى اللي قام بها السفاح، تبين للمحققين اللي هو عنده أمود أوبيراتوار، أسلوب تشغيل أو طريقة ينتهجها في كل جرائمه. والحاجة المذهلة اللي فيه، سواء في اعترافاته وإلا في تجسيد عمليات القتل اللي قام بها، هي قدرته العجيبة على استحضار كل الوقايع بالتدقيق. السفاح كان يتذكر كل الأماكن اللي تفن فيها الضحايا متاعه، وكل اللحظات اللي قام بها باستدراجهم والاعتداء عليهم جنسيا. الطبيب الشرعي اللي قام وقتها بعمليات التشريح متاع الضحايا وحضر في تجسيد الجرائم، قال أنه ناصر الدمرجي مغلوط كان مرتين في تحديد مكان دفن الأطفال اللي قتلهم، لكن الغلطة تتمثل في بضع أمتار على مكان الدفن. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه بعد الاعتداء وقتل محمد علي، آلية الإجرام بدأت تشتغل عند ناصر الدمرجي، وباش تتحدد فيه نهائيا مع عالم لوتيور أون سيري، وإلا لوسيريال كيلور، القاتل المتسلسل اللي يتلذذ بالإجهاض على ضحاياه بعد ما يحقق رغبته منهم. والعلمكم ناصر الدمرجي ما صبرش برشا، لأنه في فيفري 1988 الصدفة باش تحط في طريقه شاب عمره 18 سنة. وسبق أن قلنا لكم اللي هو جاء من السواسي وسكن عند أقاربه في الكبارية. القضية الثانية نحكيها لك، فهمت يعني عن كسبه كانت معناها عايشها بالضبط. بعد مدة يمكن عام بطل بالقطع على المرشي الجروب، وقت اللي جيت مروح تم ولدت ما يقرب عمره على 18 سنة في الوهية هذيك. الشاب هذا باش يقابله السفاح في بير القصعة، وهو جاي على دراجة الموت متاعو في المارشي لجروب بالتحديد. الدمرجي شافه وقانسه وفهم اللي هو ما عندوش وجهة واضحة، جبده بالحديث وقال له وين قصد ربي. هكا الشاب قال له ماشي للزهرة ولا حمام لمف، وهو بطبيعة الحال استغل الفرصة باش يوصله الغادي. وهكا طفل طلع وراه والموتور يلوح حتى لين فاتوا حمام لمف على ثنية جرومباليا. وقتها السفاح دخل بحبيب في مسالك فلاحية وثناير كلها زيتون وزرع، ووقف الموتور وقال له خلينا نرتاحوا شوية ونردوا نفس. هكا طفل الحبيب قلبه كان خبيره وبدا يفهم اللي هو حصل في ورطة، وفوق من هذا في الخلاء. السفاح عرض عليه باش يفاحش ويعطيه 30 دينار، وهكا طفل ترعب وتنطر تنطيرة واحدة وجا باش يهرب. لكن الدمرجي خطفه من ساقيه وطيحه وبرك عليه وخنقه، ونفس السيناريو اللي صار مع محمد علي صار مع الحبيب، فاحش وهو ما بين موت وحياة أو بالأحرى ميت. لابدو خنقته
بركت عليه فهمتني وفعلت به فهمتني انا بحشته انسان انا باش يشكي بي اخنقته لزيت وركب الواد وربطت عليه التراب وزيت موتوري تمتها بروح. السفاح من بعد حفر حفرة غارقة برشا بدليل أنه حتى حد ما هو باش يفيق بالجثة متاع الحبيب، وناصر الدمرجي السفاح هو بنفسه اللي باش يدل المحققين على المكان متاعها. فيها التطور هذا من الأبحاث والاعترافات متاع السفاح ناصر الدمرجي، وبداية من الجريمة هذه يعني قتلان الشاب حبيب، الناصر الدمرجي باش يغير من اعترافاته، ما عادش باش يحكي على رغبة جنسية جامحة تخليه يفقد الوعي متاعه، وإنما ولا يحكي على الانتقام، معناها ولا يبحث عن دوافع للجرائم متاعه. ومسألة الانتقام هذه تخص كل من رمزي وعبد القادر ومراد، يعني هذم هما الضحايا الثلاثة اللي حطهم الدمرجي تحت خانة الانتقام. وحسب قواله أنه الشيء اللي عملوا في رمزي نهار 26 جون في 1988 هو انتقام من أم راضية، وحب يشويها في ولدها الصغير ويحرق لها قلبها عليه. يقول القائل علاش؟ شنو اللي عملت له راضية هذه واللي هي في نهاية الأمر بنت خالته؟ حسب السفاح قال أنه 24 سنة التالي اختب راضية هذه من أمها وبوها على أساس بشي عرسه في الصيف، لكن وقتها اختر له بشي يسافر لفرنسا ويخليها. ابقى غاديك 4 سنين كاملين وهي ما استنتوش، وفي الحقيقة ما ثماش علاش باش تستناه، واخذت راجل آخر. ووقت اللي رجع من فرنسا اعتبر أنه بنت خالته راضية خانته، وبقى يحقد عليها ومغلل. لكن يقول القايل علاش هالحقد هذا بقى دافين 24 سنة ومظهر كان في الظروف هذه، يعني وقت اللي الشاهية متاع السفاح تحلت للاغتصاب وللقتل. ولهنا أغلب الأخصائيين اللي اهتموا بالناصر الدمرجي وحاولوا باش يحلوا شخصيته ودوافعه قالوا أنه المسألة تتعلق بأون كونكوميتانس، معناها بتلازم ما بين بداياته الإجرامية وانت عاشوا بالقتل وحقد دفين البنت خالته. ربما لو كان ما قتلش محمد علي والحبيب ما كانش يفكر باش يقتل رمزي أو عبد القادر فيما بعد. ابقوا معنا، ما زلنا نواصلوا في قضية اليوم من نهجة ريبينال على EFM أحلى راديو. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانا. أوديليس المال معدني جديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك. نهج التريبيونال على EFM. عصابات مجندة كي تعليني طي عني الدماغ داش خير شبح الاختطاف ولا يخوف برشا الناس بعد ما ولينا نسمع بكثرة أخبار أكفين. فيما سبق وسمعتوا الحلقة الأولى من قضية سفاح نابل وتابعتوا الجزء الأول من الحلقة الثانية، السلسلة متاع الاختفاءات اللي صارت ما بين 1987 و1989 وما خلفته منها لع عند التوانسة، وفات بالقبض على ناصر الدمرجي خاصة بعد اكتشاف جثث المراهقين وقع الإبلاغ عن اختفائهم في الفترة هذيك. واكتشفت تفاصيل التحقيق مع هالمجرم هذا اللي أقدم على قتل العديد من الأطفال بعد ما قام بخنقهم واغتصابهم وربما ميتين. الناصر الدمرجي سفاح نابل هو الوحش اللي اعتدى على ما لا يقل عن 13 طفل وطفلة، واستغل براءتهم باش يشبع غرائزه ويسلب منهم الحياة بطريقة فظيعة.
ناصر الدمرجي السفاح اعترف بكل دم بارد بالشي اللي عمله وما أبدى حتى ندم أو شعور بالذنب. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا الوقايع اللي مات فيها رمزي. وكما سبق وقلنا لكم رمزي كان هو وصاحبي وليد الروح بالروح قدام القاعة متاع السينما. ولهنا وبعد ما كبر الوليد يعني بعد سنين احكى على الواقعة هذه كيفاش جاهم الدمرجي. مشينا شن قصوا زوز ساكر واقفين قدام السينما سناهم ما عادش حلو ببنش ندخل جاء ذي ناصر الدمرجي نقولوا له عم الناصر نحن صغار فهمت سيفته معناتها جارنا ونعرفه ويعرف ماتنا وباتنا ويقرب الرمزي معناتها يقرب له من الام شويه معناتها يعرف رمزي عيط لنا قال عندي برويته فهمت راي وحله في الواد بعد جنبنا واد تبني خيار نقولوا له نحن في ديما الرمل الواد هذا برويته فهمت راي وحلتي هذيك تجي تزعم معنا. في تواتر هالاحداث الشيء اللي ما يعرفوش وليد صاحب رمزي وشنو اللي صار هو انه السفاح هز طفل بلاصه بعيده ودخل بيه لدار مهجوره في ارض خاليه بعيده على مناطق العمران. رمزي المسكين من الاول كان مطمئن لانه الدراجي ولد خاله امه وما يتصورش انه باش يديه وفوق من هذا كان يمشي لهم ويدخل ويخرج على دارهم. وفي وسط كان بيت الدمرجي بدا يتحرش برمزي والمسكين خاف وحس اللي هو في خطر وحاول باش يهرب. السفاح دزه طيح وبرك عليه وحط له ركبته على صدره. رمزي المسكين لا كان عنده لا حيلة ولا قوة والسفاح أحكم عليه قبضته وخنقه واستعمل معاه نفس الطريقة كما اللي سبقوه اغتصبوه. وديما السؤال يبقى متروح يهل ترى عمل الشي هذاك الكل وطفل حي وإلا ميت لأنه حسب قول ناصر الدمرجي من بعد جبد سكينة وطعن بها رمزي مرتين على الأقل على مستوى القلب. وعملت معاه رمزي يعني حاجات اللي ما كنتش معناها نتخيلها وما نيش ما نعملها ما نيش شاي من حاجة ما نعبرهاش جات في نفسي من داخل ما نعبرهاش. وأكد أنه رمزي سأله علاش عمل فيه الشيء هذاك والسفاح جاوبه أنه أمه راضية هي السبب. مختصر الحديث بعد ما أجهز على كطفل المسكين أحفر حفرة غارقة وردمه فيها ومشي على روحه. عزبة شرف أولادي في العدالة في الزراعة في الإنسانية في الزي وفي كل شيء عزب واحد في أولادي كيت جمعية عجل كل شيء ولدي. في تواتر الاعترافات متاع سفاح نابل وبعد قتل الرمزي ناصر الدمرجي باش يتوقف لأنه أصابع الاتهام توجهت له في اختفاء الطفل يعني رمزي. لكن الشرطة سيبوه لعدم توفر الأدلة وبالتالي واصل في سلسلة الجرائم انتيعه وانتقاماته كما يسميهم هو بلسانه. بالنسبة لعبد القادر سيدي المشكلة والأخت مرتي أنا فهمتني هذا الجثة الثالثة اللي هي موجودة هذه النجم نقول لك فيها يعني ترتيبات كبيرة ياسر ومأساة كبيرة ياسر. ضحية الانتقام متاعو باش تجي في عبد القادر. من شكون الانتقام؟ من أخت المرأة اللي كان زادة يحب يخذها واسمها غاية وهاو جايكم فيها الحديث. المرأة هذه أو بالتحديد طفلة عمرها 12 سنة حب ياخذها بالسيف من عائلتها وجاب منها طفلة لكن منعوها عليها وعلى بنته بالحاكم وبقى يكن لهم حقد كبير وخاصة على الأخت فطوم وحلف أنه بشيشويها في واحد من صغارها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه فطوم المسكينة ولادها كانوا معاقين ما عدا عبد القادر هو الوحيد السليم فيهم وهو اللي اختاروا السفاح باش يحرق الكبيدة متاع أمه ويرزيها فيه واعتبرها هي اللي وقفت حاجز ما بينه وما بين غاية. وهذه الأطوار متاع الجريمة متاعو فيما يخص عبد القادر. 88 بعد العيد الكبير متعدي من نابل جاي من نابل ماشي لقرنبالي ثم سقاق يدور للثانية اللي فيها اللي كريها أنا عرضني هو قبل الكيوسك اللي نصب فيه ليسانس نصب منه ليسانس أنا. شنو المنطقة هذي؟ منطقة بين اسمها منطقة الفرجاني ما بين بلي والمال. كما سبق وقلنا لكم أيامات العيد الكبير وبالتحديد نهار 15 جويلية 1988 الصدفة حطت قدام ناصر الدمرجي هكا طفل عبد القادر
ناصر الدمرجي قاعد يعبي في الليسانس للموتور متاعه في كيوسك سيدي الفرجاني ما بين قرية بلي والمهاذبة، وعينه جات على عبد القادر، وبالطبيعة كان يعرفوا حق المعرفة. سألوا وين ماشي، قالوا لدار مماتي باش نقول لها أنه خالي استدعاها للخطوبة متاع بنته. الدمرجي قالوا أطلع ورايا على الموتور تو نشيعك. عبد القادر خاف منه وطلع، ولهنا السفاح طار بيه طول للثانية اللي كان كاريها من عند أخت غالية وفطوم. عبد القادر كان يعرف ثنية وثمان، لكن وقت اللي وصلوا والناصر دخل الطفل البيت وسكر الباب الأمور تبدلت، وعبد القادر ولا مرعوب وترشق بالبكاء. خلت فمزي بميكا للثانية، عندي غاية هذك أكاو مقرر قتله، وهذا مما لا شك فيه، فهمتني؟ لأن النار تشعل داخل كياني، نجم نقول لك على سهريج. قال له اش باش تعمل لي؟ قال له هاتوا تشوف اش باش نعمل لك. ومن بعد بدا يحكي له على أمه ويسب فيها وينعتب أشنع النعوت، وقال له اللي أمه هي سبب متاع دخوله للحبس، وهي اللي منعته من أنه ياخذ غالية. ملخص الحديث دزها كتفل المسكين عبد القادر وخنقه، وبقى مدة كبيرة وهو مسكر عليه النفس حتى لين مات. شديته من كرونته وبركت عليه بركان، من غير لا مقدمات ولا حتى شيء، طول بركت عليه بركان، صدره ليا يدي الاثنين. نفس الطريقة اللي أجهز بها على الضحايا متاعو السابقين، لكن وحسب أقواله هذه أول مرة ناصر الدمرجي ماهوش باش يختصب فيها صغير، وكلامه مشكوك فيه. وبعد ما طاح الليل بنفس الطريقة حفر حفرة غارقة ودفن فيها كطفل المسكين عبد القادر. وكيما سبق وقلنا لكم أنه الأم فطوم شدت صحيح في الدمرجي، الشرطة وقفوه استنطقوه، لكن لعدم توفر الأدلة سيبوه. ولهنا وكأنهم اعطوها رخصة باش يزيد يخطف ويقتل، وهذاك هو اللي صار. في المرحلة هذه من سلسلة الجرائم متاع سفاح نابل ناصر الدمرجي، الضحية متاعو المرة هذه هو الوليد مراد، واللي سبق وحكينا لكم عليه، وبوه يخدم في البنكة. الطفل مازال كيغلق العشر سنين وتعدى للسيزيام بتفوق كبير، وشبيب ومزيان ويعمل ألف كيف، لكن يقول القائل أجابه المسكين في ثنية وحش كيما السفاح. الصدفة زعمة كيما مستانس يقول السفاح؟ لا، المرة هذه العملية متاع انتقام، لكن مش منه هو، وإنما كونترا كما في لغة المافيا، واحد كلفه بقتلين مراد. يقول القائل علاش؟ حسب كلام السفاح، واحد صاحبه من قربة عنده بنية تعيش عنده محسوبة مربيها واسمها حليمة، عمرها 17 سنة وما عندهاش وراق وحتى بطاقة عمرية. لا، الناصر الدمرجي قالوا تعتنيش هكا الطفلة، معناها يحب يعرس بها. حسب أقواله محمد هذا صاحبه شرط عليه باش يقتل طفل صغير اسمه مراد، ولد مدير فرع متاع بانكا في قربها. الدمرجي لا سألوا لا كيفاش ولا علاش ولا شنو سبب الكره اللي يخلي واحد يقتل طفل صغير باش ينتقم ويحرق القلب متاع أم وبوه. مختصر الحديث وافق على الشرط، وقال لصاحبه محمد حضر لي بطاقة العمرية متاع حليمة، وما عندك كان رجال، مراد احسبه ميت. وفعلا نهارين بعد كالعيد الكبير اللي في نفس العام متاع 1988، الناصر الدمرجي باش يعرض كطفل مراد مروح من دار مماته كما سبق وحكينا لكم، لكن المحققين ما صدقوهش انه لقاه بالصدفة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هز كطفل مراد للثانية ومصيره كان كما اللي سبقوه، تم خنقه حتى الموت. وحسب قواله هذا الطفل الثاني اللي قتله من غير ما يعتدي عليه جنسيا. بالنسبة ليه مراد هو القربان اللي قدمه لصاحبه محمد باش يعطيه الطفل حليمة، هذا حسب كلامه بالطبيعة. شدته من كرونته بركت عليه بركان، خنقته معناها لا فاحشة لا يعني حتى شيء، هزيت روحي من فميك وتميت خارج، هزيت الموتور واتجهت طول القربة لصاحبي، هيك وكأني معناها شوف الإنسان قلت لك وين يوصل، وكأني هز معناها مهر أو خبر أو معناها حاجة تفرح، وهي أكبر مأساة. و
وعلى عكس الضحايا الاخرين السفاح ما دفنش مراد، خليه مسبول في وسط كلبيت والقاوه كما سبق وقلنا لكم في حاله تعفن متقدمه جدا. الجريمه هذه ما هيش اخر العنقود بالنسبه لناصر الدمرجي، لانه رجع بقوه كبيره للجرائم اللي ترافقهم المفاحشه، وخلف محمد علي والحبيب ورمزي وعبد القادر ومراد باش يعترف بثمانية جرائم أخرين. ثمانية أطفال أعمارهم ما بين 10 و 14 سنة، ما بين فتيان وفتيات حسب اعترافات وعرضوه بكلهم كالعادة بالصدفة، واستدرجهم واغتصبهم ومن بعد قتلهم وردمهم في حفرة غارقة. في المرحلة هذه من القضية آخر الضحايا متاع السفاح يعني رقم 12 و13 هما كزوز بنيات اللي سبق وحكينا لكم عليهم يبيعوا في الهندي، عايدة وسعاد. المسيكنات كانوا واقفين على حافة الكياس يبيعوا، والناصر الدمرجي متعدي بالموتور متاعه شافهم، دور بيهم كما يقولوا بول الذيب، واقترح عليهم أنهم يجيوا معاه للثانية متاعه ويشوفوا مرته وولاده، ووعدهم باش ينحيوا الهندي من غادي ويهزوا قد ما يحبوا بلاش. هكا الزوز بنيات المساكن صدقوه، اوكي العادة لقاوا رواحهم في دار مهجورة وباب مسكر عليهم، بداوا يقرقوا بيه باش يسيبهم، والطفلة الصغيرة قامت تصيح، والسفاح جبد سكينة وطعنها على مستوى القلب، جابها ساكتة وتتمرغط في دمها، ومن بعد تفاضى بختها واغتصبها عدة مرات واخنقها وأحكم عليها قبضة يديه حتى لين المسكينة غفقت وتقطع عليها نفس وماتت. المرة هذه كيف كيفك الزوز بنيات ما تفنهمش، خبيهم تحت الفرش، وبطبيعة الحال دل المحققين على المكان اللي كانوا فيه ولقاوهم في حالة تعفن متقدمة. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أن السفاح نابل ناصر الدمرجي تولد في أحلك فترات تاريخ تونس، يعني عام 1943، وقتها كما تعرفوا تونس مستعمرة من الفرنسيس، وخلطت الحرب العالمية والدنيا بكلها فقر وقحط وقنابل وموتة ودمار شامل. لكن الأدهى والأمر أن ناصر الدمرجي تولد في حبس نساء، لأن أم حورية كانت تتعدي في ربطية من أجل تعاطي البغاء، والأب البيولوجي متاع الناصر هو واحد اسمه السحبي، فلاح من منطقة النظور في زغوان. ونخليكم لهنا تتخيلوا البيئة اللي تربى فيها الناصر، ما بين السجينات، المومس، المجرمة، السارقة والمظلومة زادة، اللي لعملت لا يدها لا ساقها ولقات روحها ورا القضبان. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي أمه خرجت من الحبس وبقات هاي ما هي ولدها الناصر، القات فلاح بسيط أحكيت له على ما ظلمها وسخفها حاله وعرس بيها، وبزاد عطال لقب متاعو اللي هو الدمرجي الولدها الناصر، باش ينجموا يطلعوا الوراق ويسجلوه في الحالة المدنية. الناصر الدمرجي تربى عند رجل أمه وتعلم منه الفلاحة، تعلم يزرع العنب والقوارص والخضروات وبرش حاجات أخرين، وما بقاش في المكتب أكثر من 4 سنين، ووقت اللي يوصل للسن 20 طلع باسبور لأنه كان يحب يمشي لفرنسا. بالنسبة لأمه استقرت هي وراجلها في بلاصة يقولوا لها عفرت في دوائر نابل. وعام 1964 كما حكينا لكم اختب بنت خاله راضية وسافر لفرنسا، لكن بعد ما رجع القاها تزوجت في الأثناء، ووقتها تربى الحقد متاعه الدفين عليها وقعدت في مخه. لكن رمى سميتو على بنية اسمها غاية، اختفها وهي عمرها 12 سنة، وهزها لبلاصة وتدرق بها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى لين حبلت منه وجاب الطفلة. ناصر الدمرجي تم إيقافه من أجل العملة هذه، وتحكم ب5 سنين حبس من أجل التغرير بقاصر ومواقعتها دون رضاها، وزادت على مرمته فتوم أخت غاية اللي اغتصبها، وأم عبد القادر اللي شكات به لأنه حاول باش يقتلها. المرجوع نتاعنا يعني هو الانتقام بالضبط، وأنا ما فماش حاجة أخرى، على خاطر وصلت من ذبار الأحيان اللي نحب نقضي على العائلة كاملة.
من الصغير اللي يرضع للكبير بمدي الشيء، يعني فيها ثلاثة أو أربعة أو خمسة معناها ندخلهم بدون ما نشعر. الناصر الدامرجي في المرحلة هذه ما عرف بوه الحقيقي واللي اسمه السحبي إلا وقت اللي غلق 30 سنة، جاه الحبس الناظور اللي كان مربوط فيه وهو من المنطقة هذيك، ووعدوا أنه وقت اللي يخرج من الحبس باش يعرفوا على أخته، وكان العمل هكاكا. ناصر تسيب ومشى لدار بوه وتعرف على أخته، لكن بوه باش يتوفى بعد أشهر من الزيارة هذيك، ومات وما يعرفش أنه الطفل اللي جابه باش يولي قاتل متسلسل وسفاح يفتك بالأطفال الأبرياء. هو النظرة نظرتكم وفهمتني، ونظرة العداء هي فوق الكل. ماذا بيها نخلص معناها دنيويا معناها لا آخرية. محاكمة ناصر الدامرجي السفاح كانت في جلسة سريعة وتاريخية نهار 17 نوفمبر 1990. جحافل متاع ناس تنقلت لقولومباليا بخلاف الصحفيين، ألاف حبوا يدخلوا للقاعة متاع الجلسة، وبقاوا البرة يستناو في مصير ناصر الدامرجي، وفيهم شكون طالبوا أنه إعدامه يقع في ساحة عمومية. حسب المحامين متاعو قالوا لي هما ما تعطالهمش الوقت الكافي باش يدرسوا الملف ويطعنوا في تقارير الأطباء النفسانيين اللي أقروا أنه الدامرجي عنده الأهلية والمسؤولية الجنائية. انهارت الجلسة، السفاح وقف قدام القاضي من غير منوت، لسانه كان ثقيل ويتلعثم وكأنه شارب حاجة وإلا مخدر. القاضي حسب المعطيات قرطس الحكاية وصرح بالحكم الإعدام شنقا. وختاما للقضية هذه، يلزمكم تعرفوا أنه السفاح وقت اللي نفذوا في حكم الإعدام بقى يدلدل وهو حي، وما مات إلا بعد 13 دقيقة كاملين، رغم اللي العملية هذه متاع الشنق ما تدومش 5 دقائق، و13 دقيقة هي عدد الضحايا متاعو اللي قتلهم. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهجة تريبينال، وعلى قريب باش يكون لكم موعد مع قضية عربي الماتري وعلى التوالي السفاح علي الأحول اللي قتل 14 ضحية، وباش تسمعوهم حصريا على راديو إي أف أم أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام. معك النصر البدوي، عرفتوني كمحلل.